الله ان شاء الله نتامل خير، واحنا هسه راح نتوجه على البرلمان هكذا، وان شاء الله ان شاء الله يصير خير ان شاء الله، وان شاء الله هسه هاي المسيره ان شاء الله يجيبوا النتيجه. السلام عليكم، تحيه طيبه ورحمه الله وبركاته. نحن اصحاب شيبه البيضاء اليوم وقفنا امام سيادتكم، امام رئاسه مجلس الوزراء، نطالب بحقوقنا الشرعيه التي ان شاء الله على القانون مجلس النواب، ونشرها بوقائع الجريده الرسميه، وصادق عليها رئاسه مجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه. المواد كلها هاتي، الماده 14، الماده 13، الماده 26، والماده 36 تشمل كافه شرائح المجتمع المتقاعدين، وهي الوريد والمستفيد والمطلقات والأرامل والكنيات المحلة والدفاع والداخلية والأسرة والجرحى المعاقين بزيادة رواتب المتقاعدين من 2001 حسب نسبة التضخم، زيادة رواتب المتقاعدين من 10% سنويا، زين هسه الدولار 180.